بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض مديول اي سي دي ال مديول 3 اللي هو لسه بنتكلم في مايكروسوفت وورد. النهاردة هنتعامل مع جزء تاني من قائمة انسيرت، وهو ازاي ان انا اضيف هيدر او فوتر. ايه هو الهيدر او ايه هو الفوتر؟ الهيدر لو انا عندي كده في الصفحة، في بداية الصفحة، عايزة في كل بداية الصفحة اكتب مثلا اسم الدوكومنت بتاعي، بمعنى ما او احط لوجو معين. بمعنى مثلا انا عايزة اكتب هنا مثلا جامعة، مثلا جامعة القاهرة، تمام؟ عايزة اسم جامعة القاهرة واللوجو بتاع جامعة القاهرة في كل صفحة. يعني انا مثلا لو نزلت كده لنهاية الصفحة بتاعتي، عايزاه يبان لي برضو في التايتل فوق، بدل ما اقعد اكتب جامعة القاهرة، لا، عندي حاجة اسمها ايه، اسمها هيدر او فوتر. بدوس على هيدر، الايقونة بتاع هيدر، شايفين بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي انت عايز الكتابة اللي انت هتكتبها، هتكتب حاجة واحدة ولا انت هتحط مثلا لوجو جامعة القاهرة واسم جامعة القاهرة، ولا هتحطها في النص، ايه الشكل اللي انت عايز تعمله؟ يا اما اديت هيدر. اديت هيدر ده بيديك الاوبشنز براحتك، يعني هو مش محدد عليك المكان اللي انت هتكتب فيه. ممكن اكتب هنا، ممكن اخد شويه مسافه واكتب مثلا ايه، جامعه القاهره، تمام. وطبعا بتنسيقات الخط اللي احنا عارفينها، ان انا مثلا بروح لقائمه هوم، بكبر مثلا شويه، عايزه اخليها في النص، عايزه مثلا اعملها بلون مختلف، مثلا اورنج مثلا، او خلينا نعمل احمر يكون مختلف، عايز اعملها بولد، ايا كان، تمام. طيب شايفين انا هدوس اهو انتر جامعة القاهرة. طيب تعالوا نشوف فوق كده، في كل صفحة فوق جامعة القاهرة، صفحة التانية جامعة القاهرة، في صفحة التالتة جامعة القاهرة، يبقى كل مرة بنضيف جامعة القاهرة. طيب تعالوا نرجع لقائمة انسيرت ونرجع للهيدر تاني ونقول edit header. شايفين انا لما طلعت الهيدر طلع لي ايه؟ طلع لي هيدر او فوتر تولز، يعني عطيلي تولز خاصة بالهيدر والفوتر. لو انا عايز اعمل كلوز للهيدر، بدوس في اي صفحة، في اي سوري في اي مكان برا على الصفحة بتاعتي، برا كده تو كليك شمال، فبيلغي الفوتر او الهيدر اللي انا بكتب فيه. يا اما ان انا عندي حاجة اسمها close header and footer، مجرد ان انا بقفله من هنا فخلاص. كمان بيقول لي ان انت في الهيدر ممكن نضيف ان هتكلم على الهيدر والفوتر الاتنين مع بعض. طب نتكلم على الفوتر الاول، ايه هو، علشان نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها في الهيدر او الفوتر. الفوتر هي الـ الصفحة من تحت، يعني هو خلاص الهيدر اهو، الصفحة من فوق، التايتل انا عايزاه يبان فوق، والفوتر اللي هي صفحة من تحت. طبيعي في الصفحة من تحت بضيف حاجتين، يا اما بضيف الديت، التاريخ والتايم بتاع اللي انا كتبت فيه الدوكومنت بتاعي، يا اما بضيف فيه البيج نمبر. فانت لو عايز تضيف البيج نمبر، انت عايز تضيف البيج نمبر في التوب، ولا عايز تضيفها في البوتوم، ولا عايز تضيفها في انهي مكان بالظبط؟ انا عايزه اضيفها مثلا في البوتوم بتاع البيج. طب البوتوم بتاع البيج عايز تضيفها لمين، شمال؟ عايز اضيفها بالشكل ده، بيج واحد ولا هو واحد وخلاص؟ فانا مثلا هختار بيج واحد، فانا طبعا واقفه في بيج اتنين، فطلع لي بيج ان انا كده ايه، كاتبه بيج اتنين. عايزه مثلا، لا انا مش انا عايزه اعمل ريموف للبيج نمبر ده، انا عايزه اضيف الديت، تمام. الديت اللي انا عايزه اضيفه، عايزه اضيفه بالعربي، ايه الشكل الديت اللي انا عايزه اضيفه؟ يعني عايزه اضيف ساعة، ولا عايزه اضيف، انا مثلا دلوقتي عندي الساعة 6:03، فهو جايب لي ان الساعة 6:03 النهاردة مثلا 6:10، فبنبدأ ان احنا نضيف الديت اللي انا عايزاه، تمام. انا لو عايزة مثلا الديت بتاعي لا ما يكونش هنا، فبرجع لقائمة هوم، ببدأ استخدم الخصائص بتاع التكست عادي. يعني انا اي تكست او اي حاجة بكتبها داخل الهيدر او الفوتر، انا بتعامل معاها كأن هي تكست عادي جدا، مفيش اي مشكلة. عايزة اضيف مثلا اي جزء مثلا سريع، مثلا كلمة او اي حاجة في الهيدر او الفوتر، عايزة اضيف بيكتشورز، بقدر ان انا اضيف بيكتشورز عادي جدا. سي مثلا هنضيف سامبل بيكتشورز هنا،
الورد الصغير ده شايفين بيبدأ ان هو يطلع لي، هو طبعا كبير جدا، لكن مجرد ما صغر الهيدر هيجي زي ما هو كان. تمام، انا لو عايزه احط مثلا ايه صوره معينه هنا تحت في الهيدر، شايفين اول ما ضفت الصوره طلع لي البيكتشرز تول بتاع الصوره، الفورمات عادي، هو هيبدا ان هو يتعامل مع الصوره اكن انا حطاها في اي حته في الصفحه، يعني اكن انا حطاها في البادي، ولكن طبعا انا حطاها في الجزء الخاص بالفوتر. يعني ايه؟ يعني انا مجرد ما هقول كلوز للفوتر ده هنا، تمام، انا مثلا في حته الديزاين هقول كلوز للفيترز، شايفين هلاقي ان الصوره دي طلعت لي في كل الصفحات تحت، يعني هتطلع لي في كل الصفحات تحت. يبقى فايده الهيدر او الفوتر هو زي احنا بنستخدمه كده، ان الحاجه دي هي عمليه تكراريه بتبقى موجوده في كل الصفحات. تمام، فانا بالتالي بريح نفسي. طيب انا البيج نمبر، شايفين البيج نمبر هتقولي ان انت طلعتيها في الهيدر او الفوتر او خليتيها من ضمن الخصائص بتاع الهيدر او الفوتر وهي موجوده بره، عادي. اوكي، انا لو خدت بيج نمبر وقلت ان هي عايزاها في البوتوم بتاع البيج زي ما اخترنا قبل كده، هختار دي، هلاقيها ان هي طلعت لي تحت المسمى الفوتر. تمام، طلعت تحت مسمى الايه، تحت مسمى الفوتر. بقدر ان انا اتحكم كمان في السايز بتاع الفوتر، لو انا عندي الرول المسطره دي باينه، بقدر ان انا اتحكم فيها عادي الحجم الفوتر، يا اما في البوزيشنز بتاعي الفوتر لو انا عايزه اكبره. تمام، بقدر ان انا اكبر الفوترز او ان انا عايزه اصغر الفوترز او الهيدرز بتاعي. يعني شايفين انا كنت كل ده بتعامل مع الهيدر او الفوترز، فببدا ان انا اغير السايز بتاعه، مفيش اي مشكله. اوكي، كمان في قائمه انسيرت احنا اتعرفنا قبل كده على السيجنتشرز لاين. السيجنتشرز لاين لو انا مثلا ببعت ايميل معين وعايزه اكتب في الاخر ال ان انا مثلا اسمي كذا، يعني التوقيع بتاعي، رقم تليفوني، الايميل بتاعي، وهكذا، فده بيبدا من السيجنتشر سيرفر فور ذا اوفيس ماركت بليس. اوكي، كمان الديت والتايم بتبدا ان هي تظهر لي، وبرده لو انا عملت كده كلوز الفوتر او الهيدر وجيت لقائمة انسيرت رجعت لها تاني واخترت الديت او التايم واخترت مثلا سي مثلا خلينا نختار ساعة مثلا بس، اوكي، بدأت ان هي تظهر لي داخل البادي ومش ظهرت ليش داخل الايه، الهيدر او الفوتر. حلو، تاني حاجة او اخر حاجة في قائمة انسيرت عندي السيمبولز. السيمبولز بتنقسم لحاجتين، بتنقسم للإكويشنز اللي هي المعادلات الرياضية، والسيمبولز بقى اللي هي الرموز اللي احنا بنبدأ نستخدمها. الرموز اللي احنا بنستخدمها زي مثلا علامة صح، كل دي رموز، الرموز اي رمز في الدنيا بنلاقيه هنا. تمام، حتى لو ما لقيناهوش في الويندوز اللي ظهرالي دي، فانا بفتح كلمة فونت وببدأ اختار ايه اللغة اللي انا بكتب بيها، سواء انا بتكلم باللغة العربية، الانجليزية، عندي ملايين من اللغات، العبرية، الفرنشز، كل اللغات، وبيبدأ يجيب لي السيمبولز الخاصة بكل لغة ايه والتانية. مجرد ان انا مثلا عندي علامة صح اروح دايسة عليها وبضيف في انسيرت، فهي اوكي بتضيف لي في الفايل بتاعي، مثلا قلت خلاص كلوز، بتضيف لي في الفايل بتاعي، وكمان بلاقيها ان هي بتضاف في الريسنت سيمبل، او الريسنت سيمبل يعني اخر سيمبلز انا ايه انا اخترته. تمام، كده خلصنا مع بعض الجزء بتاع الانسيرت. انا لو اتكلمت قبل كده تقريبا اتكلمنا على الكفر، قلنا ان الكفر بيج هو الصفحه الاولانيه، الواجهه الاولانيه للصفحه سوري لاي دوكيمنت. كان كنا بنتكلم قبل كده ان انا مثلا لو انا عندي بعمل دوكيمنت معين، ملزمه مثلا او محاضره او كده، فاول صفحه بالنسبه لي بتكون غير الصفحات بتاع الكونتنت، فاول صفحه بيكون ليها شكل معين، ما بتحتويش الا على حاجات بسيطه جدا، اسم الدوكيمنت بتاعي مثلا، لو انا بتكلم على مين اللي عدل الدوكيمنت ده، وهكذا. فبالتالي بيبقى محتاجين شكل معين او شكل سبيشال كده. فالقائمة مايكروسوفت وورد برضو بتبدأ تدعم لي اشكال معينة، وممكن ان انا انزل اشكال جديدة من على النت ومن الفايل بتاع سيف سيلكشن تو كفر بيج ده، ببدأ ان انا اقدر ان انا اوصل لان انا اضيف بيجيات تانية. اوكي، ان شاء الله اشوفكم.
في جزء تاني، والسلام عليكم.